ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده متأخر شوية لأن الفيلم اللي هحكي عليه ده نزل بقاله مدة. الفكرة إن أنا وقتها مكنتش لسه عملت القناة، فلما بدأت القناة كان ساعتها أول فيلم موجود كان بلين فقلت ده الأولى بيه. بس أنا حابب أتكلم على الفيلم ده لأنه فعلا كان فيلم مثير للجدل جدا، وفي نفس الوقت كان أكتر من أكتر أفلام منتظر السنة اللي فاتت يا 2020. بس كده من غير ما أطول عليكم وأنا عمرو، ويلا بينا نبدأ الريفيو. بابلون، بابلون بطولة براد بيت ومارجوت روبي ودييجو كالفا، والفيلم بيحكي عن فترة هوليوود في أواخر العشرينات والتحول من السينما الصامتة للأفلام اللي فيها صوت، وبنشوف تأثير التحول ده على الأشخاص بتوعنا في هوليوود. الفيلم ده كان من أكتر الأفلام المثيرة للجدل في 22، وناس كتير اديته تقييمات عالية جدا و8 و9 من 10، وناس قالت عليه أحسن أفلام السنة، وناس تانية نزل بالارض فيلم سيء ومن اسوأ افلام السنه و3.2 من 10 ويمكن زيرو كمان، برغم ان الفيلم فيه كاست هايل والفيلم اخراج دامين شازيل، يعني مخرج طبعا كلنا عارفينه لا لا لاند وبلاش، دول لوحدهم كاست كفايه كده يعني معروف ان هو اعماله، فده مخرج تقيل ومع الكاست ده كله ازاي الفيلم يطلع وحش؟ طيب اول حاجه نتكلم عن القصه. قصه الفيلم فيها شبه كبير قوي من وانس ابون تايم من هوليوود، برضه الفيلم كان بيحكي في فترة التحول في هوليوود كانت في آخر الستينات، وبرضه بنشوف التحول ده عن طريق 3 أشخاص بتوعنا. بس الفرق بين الفيلمين مختلف تماما، يعني هو الحاجة الوحيدة اللي زي التشابه الوحيد اللي فيهم هو القصة، الفكرة العامة من القصة بس الفيلمين مختلفين تماما. في بابلون كان التركيز أكتر على هوليوود، يعني صحيح احنا كنا بنشوف ازاي التغيير في هوليوود ده أثر على الشخصيات بتوعنا، بس هوليوود كانت هي الأساس، هوليوود كانت كأنها هي بطل الفيلم أو صناعة الأفلام بصفة عامة، بس في الحالة دي طبعا كانت هوليوود. يعني من الآخر هوليوود كأنها هي بطل القصة وكل الشخصيات بتوعنا كأنها جزء من القصة دي، بس البطل هو هوليوود. ماشي، نيجي بقى دلوقتي نتكلم في ليه الفيلم كان مثير للجدل قوي كده، وليه في ناس اديته ريت عالي قوي والناس كرهته خالص. أول حاجة كان في سرد القصة، تمام؟ السرد كان ماشي بطريقة اللي هو كل شويه بتنط من شخصيه للتانيه ومن قصه للتانيه، الكلام ده كان بيحصل في خلال ثواني، كان اذا يكون في فوضى في الفيلم، بالذات من في النص الاولاني. كان في مشهد في اول فيلم خالص كده بيصوروا فيلم، تمام، وفي نفس الوقت المشهد جه تاني عن تصوير فيلم تاني، واحنا عمال والايديتنج عمال ينط ما بين المشهد ده والمشهد ده قبل القصه ما تخلص، يعني انت بتشوف لقطه من هنا كده لقطه من هنا وهكذا. كمان برضو في المشهد ده كنا بنشوف مشاكل خاصه بكل تصوير فيلم لوحده، يعني هما مشهدين فيهم قصتين مختلفتين تماما ما لهمش علاقه ببعض، ونقعد ننط من المشهد ده للمشهد ده، لقطه من هنا على لقطه من هناك، ونقعد نكمل بالشكل ده. حتى بعد القصه دي خلصت لما يجي الفيلم يهدى شويه ونبقى نبص مع الشخصيات بتوعنا، برضو تلاقي المشاهد يعني انت قاعد مع القصه دي حبه، ممكن في ثانيه قبل القصه ما تخلص تقوم تخش على قصه تانيه خالص وتكمل معاها وتقعد تروح وتيجي، خصوصا ان احنا شخصياتنا كتير، احنا عندنا يعني 3 أو 4 شخصيات الفيلم اساسي معاهم مكمل معاهم القصه، وكأن الفيلم بيوصل رساله ان كل الناس دي جزء، مفيش حد فيهم مهم بما فيه الكفايه، وان الاهم هي الصناعه، هي اللي هتكمل صناعه الافلام او هوليوود، هي اللي هتمشي، هي اللي هتفضل مكمله. وطبعا بسبب طريقه السرد دي كنت بتحس ان الشخصيات مش بتطور ما فيه الكفايه، يعني انت بتتفرج مش مندمجين مع الشخصيات، وده صح لان فعلا بسبب الطريقه اللي تم دي تقعد تقطع وتروح وتيجي، والمشكله ما كانش في التمثيل مثلا او ان الشخصيه الواحده ملهاش مشاهد كافيه انها تطورها، بالعكس الفيلم مدته 3 ساعات وال3 ساعات كانوا مليانين مشاهد كفيله انها تطور الشخصيه، والطريقه دي كان باين قوي انها اختار المخرج، يعني هو دايما شازيل كان شايف ان هو يعمل فيلم كده، هو كان عايز يعمله بالشكل ده، عشان كده انا فعلا شايف ان هو كانت احسن وصف ليه ان هي هوليوود هي بطل الفيلم وكل الناس دي جزء منه، أو على الاقل ده اللي هو كان بيحاول يوصله. وفعلا الكلام ده احنا بنشوف حاجات بتدل عليه في نص الفيلم، يعني مثلا شخصيه جاك كونراد اللي كان بيلعبها براد بيت كان ممثل ليه قيمه كبيره جدا في الفتره لما بدانا الفيلم اللي كانت لسه ايام السينما الصامته،
لما جينا نتحول للافلام اللي فيها صوت بدأ يهبط تماما وخلاص ما عرفش يكمل فيه، ما كانش ناجح وكان فاشل خالص. وفعلا في صحفية كتبت عليه الكلام ده، ان هو يعني خلاص هل هو انتهى ولا ايه. ولما جه يتكلم معاه كان في واحد من اجمل مشاهد الفيلم، كانت بتقول له في معناه ان خلاص وقتك انتهى، انما المجال ده او الصناعة دي هتتطور مش هتفضل ثابتة على مكانها، وانت هنا دورك خلص. ونفس الكلام ممكن جدا نقول عن شخصية نيلي ليروي اللي بتلعبها ماركو روبي، برضو هي كانت لسه بتكتشف في الفترة الأولى خالص. وفعلا أول لما نزلت في موفي ست ولعبت دور الناس كلها انبهروا بيها وبقى ليها دور كبير، بس برضو لما جينا دخلنا على السينما اللي فيه الأفلام اللي فيها صوت برضو ما عرفتش تكمل الدور ده. ومن هنا تبدأ معاناة كل الأبطال بقى بتوعنا في الفترة دي، سواء براد بيت أو مارجوت روبي. وفعلا كنا بنقدر نشوف جدا هما اللي عملوا ايه في نفسهم، بسبب انهم كانوا فاكرين ان هما هيفضلوا كاملين في النجاح ده، بس هي مفيش حد مكمل فيها. بس ايه اللي هيفضل ثابت؟ ايه اللي هيفضل مكمل؟ ايه اللي هيفضل متطور؟ هي هوليوود. برضو على مدار الاحداث بنشوف المتطلبات اللي هوليوود بتطلبها من الناس، بنشوف قد ايه الحياة دي مهياش احسن حاجة، العيوب، الاخلاق، الحياة القاسية اللي فيها. برضو بنشوف الكلام ده عن طريق شخصية سيدني بالمر المنحن الاسمر، اللي كان بيعاني بعد ما بدأ يتشهر في الافلام وعليه طلب، بقى بيعاني بسبب العنصرية والالوان والكلام ده. مشاهد الحفلات اللي كنا بنشوف فيها الخمرة والسكر والمخدرات وكل الكلام ده، كان برضو الغرض انها توريك الحياة كانت عاملة ازاي في هوليوود، مش شخص معين انما المجموعة كلها، كأنك مرمي على الحياة دي كده مرة واحدة وبتبدأ تشوف ايه اللي بيحصل فيها كلها، مش من وجهة نظر شخص معين ولا حتى الاشخاص دي كلها بتركيز، لا انت بتشوف الحياة العامة عاملة ازاي. فعلا احنا من اول مشهد في الفيلم، الحفلة اللي كانت في اول فيلم خالص كانت مدتها باين تلت ساعة، كانت عبارة هي تقديمة حلوة اوي للشخصيات وللحياة العامة وكل الشخصيات. وفعلا احنا بنشوف كل الشخصيات بتوعنا، وهم كانوا 4 أو 5 شخصيات، بنشوفهم كلهم في المشهد ده، بنبدأ ناخد فكرة عنهم كلهم. نيجي بقى نتكلم عن شخصية ماني تورس. الشخصية دي كانت أكتر شخصية بتمثل الجمهور، ده كان من بداية الفيلم قايل إن هو نفسه يكون في حاجة أكبر منه، حاجة تفضل مخلدة. وفعلا احنا بنشوفه على مدار الأحداث وبرضه بيتغير زيهم، بنشوف أخلاقه بتبدأ وتتغير ويبدأ يعمل حاجات مش أي حد ممكن يعملها، بس في الآخر هو يمكن يكون أحسن شخصية فيهم أو أقرب شخصية للجمهور. وعشان كده الفيلم ده فعلا مختلف تماما عن وانس أبون تايم من هوليوود. الفيلم ده ما كانش غرض منه تطور شخصيات أو إن احنا نشوف شخصيات نهتم بيها او تفضل معلقه معانا، او حتى ان هو يمدح في هوليوود. يعني الفيلم كان بتاعنا هو لاف ليتر لهوليوود في الفتره بتاعت العشرينات، والكلام ده مش مظبوط. هو الفيلم ده بيوريك كل اللي بيحصل في هوليوود، الحلو والوحش، بيوريك الافلام اللي بتطلع بتبقى عامله ازاي، في نفس الوقت برضه بيوريك الحياه اللي هناك عامله ازاي، الممثلين والناس اللي شغاله عموما فيها بيبقوا عاملين ازاي، عن طريق الحفلات والكلام اللي شفناه ده كله، التضحيات اللي في ناس بتقدمها، ازاي ممكن حد يبقى في القمة خالص فجأة وفي لحظة ينزل للقاع مفيش حد ممكن يساعده ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. وطبعا كل ده كان مؤثر على الشخصيات، ما كناش مندمجين معاهم بما فيه الكفاية، خصوصا ان احنا قاعدين في فيلم 3 ساعات، فان احنا ما نندمجش كل ده مع الشخصيات فده برضو حاجة مش حلوة. بالذات كده كان في شخصية اسمها ليدي فاي، الشخصية دي انا عن نفسي ما كنتش شايف ايه اهميتها في القصة، وما اندمجتش معاها خالص، كنت يعني ظهرت فجأة تظهر وتختفي تاني، كنت شايف ايه لازمتها، كنت حاسس انها ملهاش اي اهميه في القصه. بس برضو كل الشخصيات دي كانت ليها مشاهد في الاخر، يعني كانت بتبقى مقنعه جدا لانها كانت بتبقى مشاهد النهايه بتاعتهم، نهايه قصتهم، وكانت بتكون فعلا مقنعه، كانت بتخليك تقتنع بالقصه بتيجي في الاخر. شخصيه براد بيت كانت هي اللي نالت نصيب الاسد من المشاهد دي فعلا، مشهده مع الصحفيه ومشهده الاخير ليه هو كانت فعلا مشاهد معبره جدا. شخصيه مارجوت روبي برضو مشاهدها بالذات في الاخر في النص التاني كله، من اول الحفله اللي حضرتها وقررت انها تطلع كل جواها، وفيما بعد بقى مش شايف خاص، عارفه انها مش هينفع ترجع تاني، شوف كميه الضياع والانهيار اللي هي فيها، كانت برضو بتعبر عن كل اللي هي عايزه تقوله، كانت فعلا مشاهد موفقه جدا. المشهد الاخير لشخصيه سيدني بالمر الملحن كان مشهد مقنع جدا، برغم انه بسيط ما كانش فيه اي حاجه وحتى الكلام فيه كان قليل، بس برضو كان مشهد مظبوط مقنع جدا، اقنعنا باللي كان المشهد كان عايز يقوله وكان كله معمول صح. وده كله طبعا دليل على قد ايه الممثلين كانوا واخدين دورهم بزياده، والمخرج برضو كان اداؤه كان عارف يخرج المشاهد دي صح جدا. ايه اداء شخصيه ماني توريس اللي عامله دييجو كالفا؟ ك
كان اداء بسيط مش مفتعل خالص، وكان هادي، وفي نفس الوقت كان اداء مقنع جدا، خصوصا هذه الشخصيه اللي بتمثل الجمهور، وبالذات في النهايه. ونهايه طبعا هنتكلم عنها كمان شويه، بس بما اننا اتكلمنا عن الاداء التمثيلي ما ينفعش خالص ننسى الاداء بتاع توبي ماجواير. توبي ماجواير ظهر في اخر الفيلم نص الاخير ومشاهد كلها متكملش ربع ساعه، بس بجد الراجل ده ظهر وملأ وخد الشاشه حرفيا، فضل ماسك الدور وبجد عرف يحط بصمته. نيجي بقى نتكلم عن النهايه. النهايه كانت ببساطه بتدور في قاعه سينما، كنا بنشوف فيلم شغال وناس قاعدين بيتفرجوا ومبسوطين، وكنا بنشوف شخصيه ماني قاعده في السينما برضو قاعد بيتفرج مع الناس، خصوصا ان الفيلم اللي كان شغال كانت احداثه يعني تقريبا هي الاحداث اللي حصلت لهم هم في الفيلم، تمام؟ كان فيلم سينجينج ان ذا رين، وكان قاعد كده بيتفرج وبيفتكر الحاجات اللي حصلت له، وكان قاعد اللي هو مش مظبوط متضايق. وبعد كده فجأة ركزنا على الناس اكتر وهي بتتفرج ومبسوطة، وبعد كده بنرجع نشوف زي تنبؤات مستقبلية كده، بنشوف لقطات من افلام لسه هتيجي بالنسبة للفترة دي. يعني شفنا حاجات من ايام الثلاثينات وفيما بعد، شفنا زي ترمينيتور وذا ماتريكس وافاتار وغيرهم. وبعد كده بنرجع تاني للقاعة اللي احنا كنا فيها، وبنشوف الناس قاعدين ومبسوطين، وبعد كده بنشوف ماني بيرجع يقعد كده وينبسط معاهم ويبدأ يضحك على الأحداث زي ما الناس كانوا قاعدين وبيضحكوا. وهنا بقى نيجي للنهاية، للمعنى الأصلي للنهاية. المشهد ده كله بلقطة السينما، بلقطة الأفلام اللي هي لسه هتنزل، بكل ده كان المقصود منه يوريك إن إيه بقى، إيه اللي هيحصل بعد كل ده، يعني بعد الناس دي حصل لها اللي حصل لها، وبعد ما تعبوا، واللي مش عارف نهايته كانت عاملة إيه، واللي اتدمر، واللي عمل إيه، اللي هيحصل بعدها، ليه كل هما بيعملوا كل ده؟ عشان في الآخر الأفلام دي لما تتعمل وتنزل في السينما وتبدأ الناس تشوفها وتنبسط، وكان هو ده الغرض، هي دي هوليوود، الوحش والحلو اللي فيها. وكأن المشهد ده بيجيب كده كل حاجة فول سيركل مع بعض، وإن كل حاجة لسه هتتطور، لسه في تطورات هتيجي وبتيجي، ولسه حاجات هتحصل تاني قدام. وفي النهاية الفكرة هي القعدة، الناس قاعدين في السينما يتفرجوا على الحاجة دي وهم مبسوطين منبهرين باللي بيشوفوه. وهنا بيبدأ ماني يفهم إن هو كان فعلا في حاجة مكملة، هو دوره خلص بس هو ساعد في بناء حاجة لسه هتكمل، وعشان كده بيرجع ينبسط معاهم. طب وبالنسبة للناس دول الممثلين اللي احنا شفناهم على مدار الأحداث كده دورهم خلص؟ اه هم دورهم خلص، بس هم برضو بقوا شبه كأنهم مخلدين مع الحاجة اللي عملوها، لأن الحاجات دي هتتشاف، ناس شافتها فعارفينهم، وناس تانيين هيشوفوها لسه، حاجات قديمة لسه بتتشاف لحد دلوقتي، وناس جديدة، وناس لسه بتشوف الحاجات دي لأول مرة، فيبدأوا يعرفوا الناس دول. ومع ان الفيلم بيدور في العشرينات الا ان الكلام اللي بيتقال ده فعلا موجود لحد دلوقتي، احنا فعلا اللي شفناه في الحفلات والكلام ده احنا بنسمع حاجات شبه دلوقتي، ممثلين مش عارف عندهم ايه، بيعملوا ايه، مشاكل كذا وكذا، بس في الاخر احنا لينا الفيلم اللي بنشوفه بيبقى عامل ازاي، نبقى داخلين مبسوطين باللي بنتفرج عليه ولا لا. الممثلين قدام احنا فعلا في ناس لحد دلوقتي بنتفرج عليها، ناس بطلوا وناس ماتوا لسه بنشوفهم لحد دلوقتي لاول مره، وهو ده فعلا اللي كان مميز الفيلم، ان كل اللي بيتقال هو بيحصل دلوقتي بالظبط. وهو ده الغرض من الفيلم، يحكي عن هوليوود او حياه صناعه الافلام بالتحديد، مش على ممثل معين او شخص معين، بل الحياه العامه، المتطلبات والحياه جواها عامله ازاي، الناس بتعمل ايه، بتضحي بايه، بتخسر ايه، والنتيجه بتاعتها اللي هي الافلام اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي. طب هل الفيلم قدر يحقق ده؟ اه هو قدر يحققه، بس على حساب حاجات زي الشخصيات مثلا اللي ما كناش مندمجين معاها، خصوصا ان الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي هي لازم نكون مندمجين مع الشخصيات علشان نكمل الاحداث، فبالتالي برضو ده اثر على الوقت، حسينا ان الفيلم كان ممل بالنسبه للثلاث ساعات، مع ان هو في احداث بتحصل على مدار الفيلم كله، بس احنا مش مندمجين مع الناس دي، فدي برضو كانت مشكله. وبرضو من المشاكل التانيه كانت النهايه، النهايه برضو طولت، يعني كان ان المشهد السينما ده لوحده خد وقت طويل قوي على ما يخلص، ممكن يخلص بدري عن كده، بس في الاخر الفيلم قدر يقول حاجه مختلفه وقدر يقولها نوعا ما صح، وده الدليل ان في ناس عجبها الفيلم جدا وناس تانية شايفين الفيلم ضايع. والفكره كمان ان الناس اللي شايفين الفيلم ضايع اسبابهم الاسباب يعني ليه الفيلم ده مش حلو وليه الفيلم ده حلو هي فعلا نفس الاسباب، بس الفكره في الفيلم كان عايز يقول ايه وقاله ازاي. انا من الناس اللي عجبها الفيلم وشايف انه قدر يوصل اللي عايز يقوله، بس برضه ما كانش فيلم كامل، كان ممكن يبقى احسن من كده، ومش هقول عليه ان هو اقل افلام دامين شازيل، بس هقول عليه انه اكتر افلامه طموحا، هو فعلا باين هو كان اصعب فيلم ليه. وانا برضو يعني وانا بتفرج انا مش مقتنع بكل اللي بيحصل، بس انا مقتنع باللي عايز يقوله، باللي الفيلم عايز يقوله، بس فعلا الاخراج والتمثيل فعلا كانوا على اعلى مستوى، والقصه يعني هي زي ما قلنا
هي الفكرة على حسب الكلام اللي اتقال، هل احنا متقبلينه ولا لا. انا شخصيا بحب الافلام اللي من دي، الافلام المختلفة، عشان كده انا عجبني وحديله 8 من 10. وطبعا في الاخر هي اراء، هو فعلا الفيلم فيه نفس العيوب يعني اللي تخليه فعلا 1 من 10، وبرضه ليه الاسباب اللي تخليه 8 و9 من 10. بس يا ترى شفت فيلم ولا لسه؟ لو شفتوه اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولو ما شفتوش روح شوفوه واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تفعل زر النوتيفيكيشن علشان يجيلك كل جديد.